السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي. هنكمل مع بعض حل يونت 12، حل الوحدة 12 من كتاب بيت باي بيت، صفحة 252-252. السؤال الأول: هاني وركس، هاني يعمل a big company. يبقى هاني يعمل in a big company، يعمل في شركة كبيرة. طبعا ما ينفعش هنا in. work with، يتعامل مع a big company. Okay. To be a pilot، يعني أنا عايز أكون طيار، يبقى هنا would like to be، لأن تو بعدها المصدر. Number 3: Noah spends a lot of money، نوها بتنفق كثير من المال. On clothes، على الملابس، لأن spend money on، ينفق مال على. Number 4: My father me about my future، my father advised me، نصحني عن مستقبلي. اوكي. نمبر 5: هالا ذا نيو جوب، يبقى هالا ذا نيو جوب ديسايدد اون، يعني قررت على الوظيفة الجديدة. اوكي. هنا عندي تمارين على الكلمات الدرس الثاني، صفحة 254-254. السؤال الأول: A or an is for example، على سبيل المثال Atlantic، زي المحيط الأطلنطي، و bigger than a sea، وحاجة أكبر من البحر. طبعا دي اسمها إيه؟ اسمها الأوشن. أوشن يعني المحيط. Number 2: The soup tasted، الشوربة tasted طعمها no one liked it، مفيش حد حبها، يبقى طعمها terrible. terrible يعني فظيع، يعني طعمها مش كويس. Number 3: مريم got the of her test، she did very well، يبقى مريم حصلت على ايه بتاع الامتحان، هي ادت بشكل جيد، يبقى حصلت على النتيجة. النتيجة يعني results، نتائج. اوكي. نمبر 4: the scientist، العالم did lots of tests، بيكون بكثير من الاختبارات. ان ذا، فين؟ في المعمل بقى، العالم بيعمل اختبارات في اللابوراتوري او اللابوراتوري. Number 5: I love learning about sea life، بحب اتعلم عن الحياة البحرية. I want to be، انا عايز اكون ايه؟ marine biologist، عالم حيوانات بحرية. Number 6: to be، انك تكون ايه؟ is to be very bad، هو انك تكون سيء جدا او حاجة وحشة جدا، يبقى terrible، حاجة فظيعة. Number 7: it sounds like، يبدو مثل ايه؟ a job to be a pilot، يبدو وظيفة ايه؟ a dream job، الوظيفة اللي انت بتحلم بيها انك تكون طيور. Number 8: I went in the Red Sea and saw coral reefs، رحت ايه؟ في البحر الاحمر. And saw، ورأيت الشعاب المرجانية، يبقى I went diving، ذهبت الى الغطس في البحر الاحمر. Number 9: I'm good at working the computer، انا كويس في العمل on computer، على الكمبيوتر. The sea is calm، البحر هادئ today. I think of going a dive. I think of going a dive. يبقى going for a dive، يعني يقوم بالغطس. Number 11: It's important to tap water before you drink it. It's important to tap water. tap يعني صنبور، من المهم انك تختبر صنبور الحنفية قبل ما تشرب، يبقى هنا test. test يعني ايه؟ يختبر. Number 12: I want to for marine research، يبقى I want to، انا عايز for marine research، للابحاث البحرية. volunteer، عايز اتطوع في الابحاث البحرية. Number 16: I have an important، أنا عندي important إيه؟ with my manager، مع المدير today. يبقى important meeting، يعني اجتماع مهم. Living in space، العيش في الفضاء أو الحياة على الفضاء. Like a dream، يبقى sounds like، تبدو مثل الحلم. Number 15: A or an biologist is a person who studies the ocean، هو الشخص اللي بيدرس المحيط، يبقى marine biologist، يعني عالم البحري. Number 16: I well in my exam and got high marks، I did well، يعني أديت بشكل كويس في الامتحان. do well يؤدي بشكل جيد، did well أدى بشكل جيد. I couldn't، number 17: I couldn't go out yesterday، أنا ما قدرتش أخرج أمس.
The weather attacks was can terrible فظيع. A marine biologist عالم البحري helps to protect life in the ocean بيساعد ان هو يحمي الحياة في المحيط. يبقى هنا A marine biologist research البحث بتاع العالم البحري بيساعد الحيوانات ان هي تعيش في المحيط. طيب عندي هنا قاعدة السؤال المزيل question tag. هنخش على التدريب على طول. منى does منى not reading doesn't she. طيب doesn't she دي ده كده يبقى ده سؤال مزيل منفي معناه هنا كان ايه كان مثبت. يبقى هنا ايه likes ليه احنا قلنا في السؤال المزيل الجملة المثبتة خليها نفي والجملة المنفية خليها ايه اثبات. يبقى هنا مضارع بسيط اهو عشان doesn't يبقى هنا ناخد likes. اوكي نمبر 2 هي نيدز ريست هو محتاج يروح. يبقى هنا doesn't هي اليس كذلك doesn't هي ليه لان الفعل اللي بيبقى فيه اس كده وانا لما اجيب السؤال المزيل يبقى الفعل المساعد ايه does. نمبر 3 يو لايك سويتس دو يو. يبقى هنا يو دونت يبقى هنا دونت عشان هو قال لك دو يو هنا مثبت يبقى لازم يكون هنا ايه منفي. نمبر 4 علي كان سبيك انجلش علي مش بيقدر يتكلم انجلش يبقى كان هي اليس كذلك طبعا خليها ايه مثبته كان هي. نمبر 5 اشرف doesn't play football اشرف مش بيلعب كرة قدم هنا does he does he اليس كذلك عشان هنا منفيه خليها احنا مثبته. He has got a wonderful car هو يمتلك عربية رائعة يبقى هنا عندي has فعل مساعد صح يبقى هنا hasn't he اليس كذلك. نمبر 7 smoking can make you ill التدخين ممكن يخليك مريض can't it اليس كذلك طبعا هنا can't it عشان هنا مثبتة خليها منفية والتدخين غير اكل هنعود عنه بإت. حمزة is a great teacher حمزة معلم رائع يبقى هنا isn't he اليس كذلك isn't he يبقى نمبر 8 isn't he. نمبر 9 There are nice girls يوجد بنات جميلة يبقى هنا aren't they أليس كذلك سؤال مزيل ببدأ بالفعل المساعد بعد كده الفعل يبقى هنا aren't they. نمبر 10 It's important to do sports من المهم أن تمارس رياضة يبقى هنا is it أليس كذلك is it هنا isn't عفوا عشان هنا مثبت يبقى هنا منفية يبقى هنا isn't. اوكي نمبر 11 حسام has A good car. حسام لديه سيارة جميلة. بس لاحظ ان هذه هنا فعل اساسي معنى يملك. يعني مش هينفع استخدمها كفعل مساعد. طيب هتبقى ايه? Doesn't he. اعتبرها فعل عادي. Doesn't he. اليس كذلك. Number 12. You live in Cairo. انت تعيش في القاهرة. طيب بمضارع بسيط. ما عنديش فعل مساعد. الفعل في المصدر. يبقى هنا do you. هنخليها نافي تبقى don't you. Don't you. Number 16 She plays the piano every day بتعزف البيانو كل يوم طبعا هنا doesn't ليه؟ لأن الفعل المساعد في S هنا الفعل الأساسي في S يبقى الفعل المساعد does تفهم فيها يبقى ايه doesn't يبقى هنا doesn't she يبقى 13 doesn't she. Number 14 Too many sweets aren't healthy الحلوة كتير جدا مش صحية for you ليك زي يبقى هنا ايه aren't they أليس كذلك aren't they. اوكي بس هنا هنا في aren't هي منفية يبقى احنا نخليها ايه or يبقى دي عفوا كده هتبقى or. اوكي لكن aren't لا مينفعش لان هي aren't هنا منفية فالسؤال المزيل بنحول النفي لإثبات. Number 15 I am good at English انا كويس في الانجليش. Aren't I أليس كذلك aren't I طبعا احنا قلنا بنحول I am إلى aren't I. أحمد doesn't know the answer to this question يبقى does he عشان doesn't منفية خليها زبيت احنا. Okay complete the sentence with the correct form of the word in practice. She made a wonderful dress هي عملت فستان رائع يبقى هنا didn't ليه لان هنا ميت في الماضي يبقى الفعل المساعد ايه did صح كده وهنا مثبت يبقى خلينا نفي يبقى didn't she didn't
شيء. Number two, they aren't tall trees. They aren't tall trees. Aren't they? طبعا هنا aren't they ده سؤال مزين. منفي هنا كان ايه؟ كان اثبات، يبقى هنا are they are tall trees. Okay. Number three, your brother can't play the guitar. Can he بدل ما هي شيء خليها هي ليه؟ عشان هو قال لك brother اخوك ده مذكر. She doesn't agree with you مش متفقه معاك، يبقى هنا does she. عشان هنا منفي خليها احنا مثبت. Heidi and Angie speak English very well. طبعا هنا ايه؟ Don't they. Don't they. أليس كذلك. You don't like coffee. انت مش بتحب القهوة، يبقى هنا do you. عشان هنا عندك don't هنخليها احنا do في سؤال مزين. Our teachers are very helpful. معلمنا نافع او مفيد. يبقى هنا aren't they. Aren't ايه؟ they. أليس كذلك. عشان انا عندي الفعل المساعد هنا are اهو، يبقى هنا aren't they. The weather wasn't fine. Is it؟ يبقى هنا is. ليه؟ لان سؤال مزير is it، معناه ان هي كان ايه؟ كان منفي هنا، يبقى the weather isn't fine، يبقى هنا isn't. عشان هنا مثبت يبقى هنا ايه؟ منفي. اوكي، تمارين عامه على الدرس الثاني general exercises. اوكي، choose the correct answer. The story is interesting. القصة شيقة. طيب it، طب هنا is اهو مثبتة خليها isn't it. أليس كذلك؟ The of the match was amazing. Our team won 5-0. يبقى هنا ايه؟ النتيجة is the result. نتيجة الماتش كانت مدهشة. فريقنا فاز 5-0. Number 3. This bag is too heavy to carry. الحقيبة دي ثقيلة جدا انك تحملها. يبقى هنا is، بس خلي بالك تو دي تو وصفة تو دي بتعامل معاملة النفي، تعامل معاملة ايه؟ النفي أو معاملة الإثبات. يعني يقول لك is، يبقى هنا نخليها احنا ايه؟ isn't it. isn't it. اوكي. يبقى هنا هنعلم على isn't it. اوكي. السؤال الرابع، A or an is a place where scientists do experiment. هو مكان العلماء بتعمل فيه التجارب. طبعا يا حضرات ده هو اللابوراتوري المعمل. Number 5. The result is النتائج my work are so great. يبقى the result is النتائج of بتاعة عملي رائعة. I didn't like this story. ما حبيتش القصة دي. I bought it. أنا I thought it was أعتقد أو أنا اعتقدت إن هي كانت إيه؟ تراول، يعني سيئة أو فظيعة. Complete the sentence with the correct form of the word in practice. It isn't hot today. الجو مش حر النهاردة. يبقى is it، عشان هنا في isn't يبقى خليها إحنا إيه؟ is it. طيب تمام. We can't finish work today. طبعا هنا كانت نخليها إحنا can we. يعني هنا منفي خليها احنا اثبات. She went to school on time. يبقى هنا didn't she، لان هنا مثبته خليها منفيه didn't she. I am not ready for the test. Aren't I. يبقى هنا I am، لان هنا نفي يبقى خلينا اثبات. I am انا مستعد للامتحان. Aren't I. اليس كذلك؟ اوكي، كده خلصت تمرين الدرس الثاني من كتاب الويبت للصف الثالث الاعدادي، الصف الاول الاعدادي. كان معكم مستر محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.